متابعي قناة شاهد فيديو بكل الأسى والحزن ننعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وفاته عن عمر 92 عام أثر معاناة مع المرض الشديد، وقد يقام له جنازة عسكرية ويحسم القانون المصري هذا الجدل. تابعوا معنا التفاصيل. توفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قبل قليل، وبدأ أصدقاء الرئيس الأسبق حسني مبارك في نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات الخاصة بهم في الوقت الذي لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن الوفاة. توفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والتأكيد بالوفاة الثلاثاء بعد صراع مع المرض وعن عمر يناهز 92 عام. وكان الرئيس الأسبق أجرى عملية جراحية منذ شهر واحد وأعلن نجله على حينها إن حالته مستقرة وبخير. كان فريد الديب محامي مبارك قال في تصريحات لأحد الصحف المصرية إن موكله موجود في العناية المركزة بالمستشفى منذ أكثر من شهر بعد أن أصيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج إجراء جراحة دقيقة في الأمعاء. مبارك قام بعمل تحاليل وقياس الضغط والسكر استعدادا لإجراء الجراحة، وبعد إنهاء الفحوصات الطبية أجريت له الجراحة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، وعقب إجرائها أصيب بمضاعفات صحية ما أدى إلى إيداعه في غرفة العناية المركزة. فالواضح أن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أثارت الجدل حول طبيعة الجنازة الخاصة بالرئيس الأسبق، وهل هي جنازة عسكرية أم مدنية؟ وبالتالي فإن القانون المصري قد حسم هذا الجدل، فإن القانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر سنة 1973 يحسم هذا الجدل ويحدد الشكل العام لجنازة قادة حرب أكتوبر سنة 1973 بما فيهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. فمن المرتقب قيام جنازة عسكرية تليق بمقام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. محمد حسني مبارك سجل حافل من التكريمات والأوسمة والميداليات الدولية والوطنية حصل عليها الرئيس محمد حسني مبارك، والتي تعود منذ تخرجه من الكلية الجوية وحتى عام 2008، وتنوعت بين جوائز دولية من مختلف الدول تقديرا لمكانته الدولية ودروع لجهوده في السلام. في 2008 حصل على جوائز جواهر لآل نهرو من الهند تقديما لمكانته الدولية، و2005 درع السلام العالمي من هيئة مكتب الاتحاد الفيدرالي، و2004 منح مبارك درع اتحاد المستثمرين في إفريقيا، 2002 جائزة التنمية، و2002 جائزة جواهر لآل نهرو للتفاهم الدولي، 2002 جائزة الأفرو الأسيوية من أجل السلام، 1494 جائزة الأمم المتحدة، و1990 جائزة حقوق الإنسان الديمقراطية، 1989 نوت جامعة من إحدى الجامعات الأسبانية في مدريد، سنة 1987 لقب شرف شهادة الحماية والتي تعادل 4 ميداليات، وهو من الأمين العام للمنظمة العالمية للكاشفين. والعديد والعديد من الأوسمة والشعارات والميداليات التي حصل عليها الرئيس حسني مبارك.
فلن ينسى أبدا الشعب المصري موقفه الغالي على قلوب المصريين حينما وقفوا المصريين في المظاهرات بالأيام مطالبين إياه بالتنحي. وهكذا خرج حسني مبارك وقدم التنحي لجموع الشعب المصري. محمد حسني مبارك فارق البلاد وغادر الرئاسة بكل سلام ودون إراقة نقطة دم واحدة، وهذا لأجل خاطر وعيون المصريين. كمان نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وهو أحد أبطال حرب أكتوبر.